يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان، مساء الهنا، مساء الطمأنينة. يا رب اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، ويبارك لكم ويبارك لنا في متبقي من شعبان. خلاص بصوا بقى، الفيديو ده بالذات يعني أنا داخلة تحدي بيني وبين نفسي، وعاوز الفيديو ده كل يشوفه يعمل شير كتير، وبجد هبقى حزينة لو الفيديو ده ما وصلش لعدد كبير جدا جدا جدا. تمام؟ ليه بقى؟ اول مره يشوفني. عموما انا ما بعرفش اعمل ورق عنب او محشي عموما. وبصوا بقى، ورحمه امي، واقسم بالله اني انا اول مره بحياتي اصلا اشتري برطمان ورق عنب. انا عمري ما جبته، كنت اجيبه ايام والدتي الله يرحمها، هي اللي كانت بتلفه زي ما كنت بعمل معاكم فيديوهات بتاع زمان. بس اني انا الف ورق عنب دي كانت كبيره. ورق عنب لما بشتريه وبحب الحامض او اللي بدبس الرمان، ما بنحبش الورق العنب المصري اللي هو بالخلطة المصرية التقيل ده، مش بنحبه. احنا بنحب اللي هو الحامض اللي بيبقى شوية مايل على اللي فيه النكهة العراقي اللي باللحم، او السوري او الشامي عموما. تمام؟ فانا دخلت تحدي بيني وبين نفسي وعملته، والحمد لله بالنسبة لي انا كأول مرة نتيجته كانت مرضية. بس عايزاكم بقى كده تشجعوني ان بجد فعلا ورق عنب اللي يتعمل ده كان انجاز رهيب، واني افرز لا ده كان بجد حاجة كبيرة. عقبال ان شاء الله كده بقى المحشي. بس طبعا والدتي توفت، هي كانت بتعمل لنا ورق العنب في رمضان، فاتوفت الله يرحمها. فبصي هي الدنيا، لما والدتك هتموت او حد كان سندك يبقى لازم انت تتعلمي ان انت تتعودي كده تسندي نفسك وتشيلي نفسك بنفسك، لان خلاص هي دي الدنيا وده حال الدنيا. فانا مش هفضل اشتري ورق عنب كل شويه الحامض او الدبس الرمان من بره، فقلت خليني اجرب. يعني ليه لا ان انا اجربه؟ اوكي ما كانش اوكي خلاص. نتيجه التسويه ما اعرفهاش، لان انا ده عاملاه علشان كل سنه طيبين شهر رمضان. تمام؟ ما نفعش وما ظبطش هقول لكم برده ان شاء الله التسويه ايه، ولكن كخلطه وكلف يعني الحمد لله. وارجع اشكر برده مين اسمه، مين عبودي حسيني رمضان، الشيف حسين رمضان او حسين رمضان، هحط اسمه اجيبه احط لكم هنا دلوقتي، علشان يعني طبعا بعد ربنا انا قعدت فتحت الفيديو وبقيت ما حاطاه قدامي وخطوه بخطوه عشان اتابع ازاي اعمل اللفه ازاي. تمام؟ طيب ممكن تعبت وقعدت يومين عشان اعمل شويه انتم شايفينهم دول، بس تمام يعني ما فيش مشكله. طيب خليني اوضح لكم كده المقادير تاني على السريع. هتجيبي كوبايتين رز، وطبعا رز مصري يفضل يعني في المحاشي رز مصري، اوكي. وبعدين هتجيبي نص كيلو على كوبايتين رز او كوبايتين ونص رز، عليهم نص كيلو لحم مفرومه، لان هي حالته يبين في الطعم شويه اللحم، اوكي. وكمان هنحط عليها بصلايه واحده مقطعه ناعم، والبهارات اللي انت بتحبي تحطيها للمحشي بتاعك. انا حطيت اكتفيت بشويه من البهارات، وايه تاني، وربع معلقه من الدارسين وملح وفلفل اسود بس. وبعدين حطيت بياله من دبس الرمان، تقدري انت تستغني عن دبس الرمان لو مش عايزه. في تركيه كده عراقيه بيحطوها في الدولمه، فانا بحب احطها في خلطه المحشي برضو دي. ربع معلقه كده من البن، اوكي، بس على الطرف، لان انا مش عامله كميه كبيره. لو انت هتعملي كميه كبيره حطي معلقه، انا حطيت ربع معلقه صغيره كده من البن. ودعكت اللحم بالخلطه دي كلها، بعدين نزلت بالرز، وبعد كده تقلبيهم كويس وتحطي معلقه كبيره من السمنه. وزي ما قلت لكم السمنه تكون احسن حاجه، زيت ما ينفعش في الوصفه دي، ما ينفعش فيها الزيت. لو انت عاملاها خلطه بس اللي هي بس رز ودبس رمان وكده ممكن تحطي زيت زيتون، ولكن اللحم يبقى ما ينفعش مع زيت زيتون، هتحطي على طول دايركت سمنه. تمام؟ علشان خاطر تمسك العجينه وتخليه، ممكن يكون ده برده من الحاجات اللي سهلت عليا اني احشي النوع ده من المحشي من ورق العنب، لان الخلطه المصريه اصلا مش بس بكيف اني انا مش عشان ما بحبهاش قوي، لا مش هعرف احشيها دي مستحيل، لان بتبقى الرز كده فاهمين، هو مفتفت كده ومش متماسك ان انا زي اللحمه كده اعملها زي الكفته واحطها في الصباع المحشي، لا دي هتبقى دي صعبه عليا جدا. ان شاء الله يمكن قدام اقدر اعملها، بس حاليا ما اعتقدش. تمام؟ بس كده خلصت بقى الخلطه. يلا هو خد من ده من ورق العنب كده، تمام، وحطه في طبق وحط عليه يا جماعه ميه سخنه. ماشي؟ امشوا بالخطوات دي زي ما انا بعملها لكم كده. هو اسمه رمضان حسيني او حسيني رمضان اللي هو فاهمين كده. انا طبعا هناخد بوله واحده، خلونا نجرب الاول قبل ما نخرب الدنيا. هنحط ميه سخنه كده تقريبا مش عارفه 7 5 دقائق او حاجه زي كده، بعدين هنصفيها يعني.
تمام ونشوف بقى هنعمل ايه. ماشي انا قفلت الفيديو عشان افتح عليه وافتح قدامي الكاميرا واجرب، فمشيت معاه بخطوه بخطوه طلع معايا ده تمام، طلع معايا صباع ده، فهنيجي اوريكم بقى ازاي. بصي كده كده، دي كانت طالعه شويه تقريبا. هناخد رز اللي هو باللحم نعملها كده، نعملها كده كده، عمود مقعد عمود طويل او شويه اقل، وبعدين كده 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 بقيت كده تمام. نروح جايين بقى كده اهي كده 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 كده. ايه رايكم بقى، ايه رايكم بقى، ايه رايكم مهندسه؟ بس كده، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اول مره بحياتي عمري 39 سنه اقسم بالله ان يا جماعه اول مره الف محشي بصوا ورق عنب بالمنظر ده. يعني قولوا مثلا حاجات تانية ممكن نحاول، ممكن اجرب مثلا لو دول ما تتعكي مني مش مشكله، لكن ورق عنب كانت امي الله يرحمها هي اللي تعمله. بصوا مسطره بس متعب، مش هقول لكم مش متعب، لما نقعد ربع ساعه عشان نحشي صباعين ده موال. فخلينا بقى نكمل، تعالوا نعمل حاجه ثانيه كده اهي كده لحمه ورز. طبعا هي متماسكه عشان اللحمه اكتر من الرز كده 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 رأيكم. بس يلا بصوا يا بنات، انا حبيت اجيب لكم الخلاصه كلها في دقيقه. ما شاء الله زي ما انا اتعلمت منه، ما ينفعش ان انا انسب حاجه لنفسي وهي مش بتاعتي بصراحه. فانا بما اني اتعلمت من الشخص ده ربنا يبارك له بجد، ان فعلا انا اتعلمت ان انا الفه. والدتي تعبت فيا كتير على فكره اني احاول الف ورق عنب، لكن فعلا كان يعني مستحيل مستحيل بجد. فبس حبيت اشارك معاكم المقطع ده علشان برضو اللي عنده مشكله زيي يتعلم، بس ما يتعلمش مني، انا اوريدي متعلمه منه، فانتوا كمان تشوفوها. يلا حبايبي كده اكتفي، بعد كده هنحطه في بوكسات وتحطيه بالفريزر او في اكياس، وبالفريزر تطلعي بقى كل يوم كده وتشكلي سفره رمضان بتاعتك، مع مره مع طاجن في بالموزه في الفرن، مره مع طاجن على شرايح ستيك من تحت او شو اسمه ريش، كيفك انت ظبطيه، او بروحه كده وتعالي تحطي عليه دريسنج دبس رمان مع ليمون. يلا بنات باي باي، نتقابل فيديو جديد، الفيديو ده عايزاه يوصل لاكبر عدد. السلام عليكم. بصوا يا بنات، هنا برضو كنت عايزه اوريكم ديت، تقدري تعملي برضو تجيبي الكفته وتعمليها اطباق كده تجهزيها، بحيث انك تطلعي على طول تعملي ايه، تجهزي سفره رمضان بتاعتك وتنوعيها. فتقدري برضو تجيبي لك كده 2 كيلو 3 كيلو برضو كفته وتعمليهم اطباق اطباق، وتلاقي كل ده بيسهل عليكي. انا اوريدي كنا بنعمل كده صينيه للعشاء، فحبيت اشاركها معاكم برضو واوريكم الفكره دي. بصوا بقى يا جماعه، هنعمل دلوقتي كمان الكفته، وراكم دلوقتي هتبقى عامله ازاي كفته. واحلى لحمه تاخدوها برضو هو ما تبطلوش غيره، فين الكيس بتاعه ده كده، خافت على نفسي حاجه حاجه عشان مش فاقعه عليها بوابه الحمص. هعمل دلوقتي بقى كفته مش هي كلها، تغذيني كده وتديني باور تمام، لان فعلا تعبانه ومحتاجه اكل حاجه حلوه. بصوا اللحمه الحمراء ازاي، تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. بس حط عليها خضره، طبعا خضره خفيفه عشان يبين ان انت ايه، ان هو مديكي لحم صافي فاهمين، لان الكفته حالتها بتكون لحم صافي، لحم كده جميل. انا بقى بحب احط لها ايه، بحب ازيد عليها بشره من جوز الطيب تديها طعم ممكن للكفته. وبديها كده ايه، عصره ملح
بحطوش الملح، ما بحبش الملح في الكفته بصراحه كتير. تمام، هديكي بقى دي كده جنبي. تمام، هنبدا بس الاول بقى ايه؟ ميه كده، حبه ميه صغيرين. يعني بصوا الكفته لازم كده، لان غير كده هتبقى تلزق في ايدك. خليكي ست شاطره وذكيه. هتيجي بقى على الصباعي، عشان تصبعي الكفته تبقى بين ايدك كده ميه او توم او عصير توم. وبس كده حبايبي، هتجيبي بقى الستاكس بتاعك وتبداي تلفي كده عليه صباع صباع. لو عايزه بدون الستاكس وتفرزيه بدونه، هتبداي تسحبيه كده وتحطيه في الاطباق البلاستيك، تمام، في اطباق التخزين. او لو عايزه برضو تخزنيه بالعواد الخشبيه دي، على فكره عادي جدا. طيب الطريقه دي هتريحك برضو، طلع اي تعبانه عايزه تشكلي سفره رمضان، فهتقومي تعملي الاكله الاساسيه، ودي حاجات تبقى في الفريزر بس تطلعيها وتحطيها. فصدقوني الحاجات دي هتسهل عليكم قوي يا بنات. انا هكتفي بالفيديو ده كده لغايه كده، واقول لكم بحبكم جدا. انتظروني فيديوهات جميله قوي 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 الايام اللي جايه، وانتظروني بمنيو شهر رمضان، ويوميا ان شاء الله نعمل مع بعض طاوله وتحضير سفره رمضان. انتظروني فيديوهات حلوه قوي، وان شاء الله باذن الله على فيديو بكره هيكون نزل لكم تحضير شنطه رمضان وايه المحتويات الاساسيه بتاعتها علشان اللي حابب يعمل. باي باي، استودعكم الله، دعوه من قلب الام بالرحمه والمغفره، ونتقابل فيديو جديد. يا سلام على الكفته، يا سلام. ما تنسوش برضو في وسط الحاجه يا جماعه السكر، لان برضو السكر يعتبر من الاساسيات المهمه جدا انك تجيبيها. تمام، كيلو 2 كيلو على حسب ما تقدري. سكر اه، ايه عبودي يقول كده الاساسيات يا ابني؟ ها، ملح، رز، دقيق، سكر، ملح، زيت. تمام، الحاجات دي الحاجات بتبقى خالص. زيت وسمنه ولا سمنه او زيت؟ زيت وسمنه او سمنه او زيت، صح؟ اللي نقدر عليه، اللي تقدروا عليه. تمام، اللي نقدر عليه وانتوا تقدروا عليه برضو، تحطوا يا سمنه يا زيت، يا زيت وسمنه براحتكم. تمام، بس المهم ايه دي كلها اساسيات. يلا تمام، والنشا زي ما قلت لكم بنات، والفيمتو طبعا، يا فيمتو يا تانج يا عبودي وسع يا ماما يا قمر الدين ده. تمام، يعني اختاروا حاجه من عصاير رمضان وحطيها معاهم. تمام، يلا.